أفضل الأفلام العربية في الألفية الجديدة من العام 2000 وإلى الآن. أنتجت السينما المصرية الكثير من الأفلام الهامة، والتي نرشح لك 5 منها. أولهم أسماء من إخراج وتأليف عمرو سلامة، وبطولة هند صبري ومجد الكدواني وآخرين، ويدور حول سيدة مريضة بالإيدز وتحارب من أجل حقها في إجراء عملية، ولكن مرضها يقف عائقاً أمامها. ثانياً فيلم 678 من إخراج وتأليف محمد دياب، ويدور حول ظاهرة التحرش من خلال قصص 3 نساء من طبقات مختلفة جسدتها نيل كريم وبشرى وناهد السباعي. وعن قصص النساء أيضاً فيلم في شقة مصر الجديدة، أحد أهم أدوار غادة عادل مع المخرج الراحل محمد خان، وتدور أحداثه حول نجوى مدرسة من الصعيد تذهب في رحلة مع طالباتها إلى القاهرة، وتستغل الفرصة لتبحث عن معلمة أثرت كثيراً في طفولتها لتلتقي بها في أحد شقق مصر الجديدة. الفيلم مليء بالرومانسية لمحبيها. ويجب أن نذكر الفيلم الساحر رسائل البحر من تأليف وإخراج داود عبد السيد، أول بطولات آسر ياسين والانطلاقة الحقيقية له، بجانب بسمة ومحمد لطفي ومي كساب. وتدور أحداثه حول طبيب يعاني من مشكلات في النطق، فيتعرض للتنمر من زملائه، فيقرر ترك مهنته والعمل صياداً، وفي رحلة الصيد يكتشف أسراراً وقصصاً كثيرة، ويقع في قصة حب صعبة. ومن الأفلام الكوميدية نرشح لك أحد أهم أفلام أحمد حلمي، عسل اسود، والذي تدور أحداثه حول شاب اسمه مصري يحمل الجنسية الأمريكية، ويقرر الذهاب لمصر لزيارة منزل أسرته الذي تركه طفلا، ويجد صديق طفولته ليعيش معه مغامرة مختلفة بعدما أضاع جواز سفره وفشل في العودة إلى أمريكا. تلك ترشيحاتنا، أخبرنا أنت ما هي قائمتك لأفضل أفلام الألفية؟